مع الأستاذ ملهم العساوي. أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر. بين ملف الحياة أحكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس، فيه البطل أرملة ربت كرام، فيه أهل الكرم عايشين عشان الناس، عشان الناس، وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من بين ملف الحياة هحكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس، فيه البطل أرملة ربت كرام الناس، فيه المعاق البطل يتحدى كل الناس، وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس، وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس. معناها إيه الحياة من غير حنان الناس؟ مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وملف مهم نناقشه اليوم استكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقة الأربعاء الماضي من الأسبوع الماضي. مشاهدينا الكرام، هيا بنا نبدأ أولى فقرات حلقة اليوم وطلقة حبر. من أول السطر أكتب كلمتين لله، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. طلقه حبر النهارده معانا الخبر اللي موجود المانشيت الرئيسي في كل جرائد مصر النهارده، بيقول مبارك باقي في المستشفى والمحاكمه في شرم الشيخ، تقرير لجنه النائب العام، الرئيس السابق يعاني من خلل بالقلب واورام ومستشفى ترى غير مؤهل. في تقرير اللجنه الطبيه بيؤكدوا ان مستشفى ترى لا يضم وحده رعايه متطوره، ومدير الأمن أخطر مبارك بإحالته للجنايات، والنائب العام بيعلن تقرير اللجنة الطبية عن الحالة الصحية للرئيس السابق. بالخبر بيقول بالتفصيل لا يمكن نقل مبارك خارج مستشفى شرم الشيخ في الوقت الحالي، الرئيس السابق معرض لسكتة قلبية مفاجئة ومصاب بأورام في المرارة. المتحدث باسم السلفية مخطط إيراني لضرب السنة ونشر التشيع، بلاغ للنائب العام يتهم الشيخ حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ ياسر برهامي ورموز السلفية بإثارة الفتن الطائفية بتمويل سعودي. إيه الخبر ده؟ تعالوا مع بعض نقرأ تفاصيله، إن خبر غريب شوية. قدم عدد من قيادات الشيعة والطرق الصوفية والأشراف أمس بلاغا للنائب العام يتهم بعض رموز وقيادات السلفية بإثارة الفتن الطائفية وإهانة الرموز الدينية والتحريض على هدم الكنائس والأضرحة. الكلام البلاغ مقدم بدون أدلة، بدون دليل، بدون أي شيء بيدين هؤلاء، ولكن هي مجرد فرقعة الشيعة عايزين يعملوها بقيادة الدكتور راسم النفيس اللي ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب، اللهم أمين، ربنا يهديه. بنقول له يعني بيقدم بلاغ، فبنقول له هد الجو شوية لأن البلد ما هياش ناقصة. ولكن أيضا في الموضوع الآخر مشاهدينا الكرام، في مسألة الحوار الوطني وما تم من فوضى وعدم حوار، وحوار منقول ما نقولش إن هو حوار بناء، ولكن حوار فيه تخبط وفيه أشياء عديدة. كاتبنا النهاردة الأستاذ عبد المعطي عمران الكاتب الصحفي المحترم رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي بيقول الحوار، ويعني دكتور الحوار بيقول فيه لا شك أن فشل جولات الحوار الوطني التي جرت مؤخرا برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق
بيثير المخاوف والقلق على مستقبل مصر، خاصة في ظل هذه الأوضاع المرتبكة وغير المستقرة التي نعيشها في هذه الفترة الحرجة من تاريخنا. وأخشى ما أخشاه أن نتحول في ظل هذا المناخ من استبداد والنظام الساقط وسيطرة الحزب الواحد إلى يعني سيطرة بعض الشباب الذين ينسبون أنفسهم إلى الثورة، ممن لا يقبلون بأبسط قواعد الديمقراطية وهي حرية الاختلاف في الرأي، ويعتبرون أن من ليس معهم فهو ضدهم، ويصادرون الرأي الآخر ويضيقون بكل وجهة نظر مخالفة لهم. مقال مهم لكاتبنا النهاردة الأستاذ عبد المعطي عمران. عايزين نشوف إيه الرسالة اللي عاوز يوصلها لقراء في جريدة اللواء الإسلامي ولجمهور مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان. الأستاذ عبد المعطي عمران، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عبد المعطي، ايوه معاك يا اخي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اخ ملهم، زي حضرتك ربنا يكرمك. ايه اللي عايز توصله من خلال مقالك النهارده يا استاذنا؟ والله يا استاذ ملهم، انا مكتبي في ميدان التحرير. اي فطبعا انا يوميا بارى كل ما يحدث في الميدان من مظاهرات واعتصامات وهتافات غير لائقة، غير مسؤولة وغير ملتزمة، وتعطيل للمرور وكذا وكذا من الأشياء التي طبعا نحن مع الحرية ولكن لسنا مع الفوضى. نعم. جولات الحوار الوطني أو الحوار القومي التي جرت مؤخرا، أي يعني تنبئ عن شيء خطير جدا، أنه احنا قد نتحول من ديكتاتورية نظام ساقط كان لا يسمح بأي أدنى معارضة إلى ديكتاتورية بعض شباب غير يعني ليس مؤهلا أو ليس شباب مندفع. الشباب بطبيعته مندفع، تمام، ولكن قد نعذره أحيانا ولكن لا نعذره على طول الخط. أي. أنا أحكي لك واقعة بسيطة. كنت داخل مكتبي من كم يوم وكان في قناة بتسجل، قناة المحور بتسجل الرأي في قبل الوقفة الأخيرة بتاعت يوم الجمعة الماضية. أي. التي يعني لم يحضر فيها كثير من أطياف المجتمع، المشهد السياسي في مصر. تمام. فالمذيعة بتسألني إيه رأيك في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وما تكتبه عنها الصحافة وكذا وكذا. فبكل بساطة قلت نحن حققنا ثورة من أعظم الثورات في التاريخ، ليس في مصر وحدها ولكن في تاريخ العالم كله، أشدها العالم وجعلت مصر يعني محط أنظار العالم كله. ولكن الثورة لها وقت والعمل لها وقت. احنا حققنا ثورة ومضينا قطعنا شوط طويل فيها، فيجب ان نتيح الفرصة لحكومة محترمة وجاءت بإرادة الشعب، او رئيسها جاء بإرادة الشعب وجاء من قلب ميدان التحرير، نعطيها الفرصة حتى تنجز ما وعدت به او ما تستطيع انجازه. البلد رصيدنا يتآكل، البلد باللفظ البلدي يأكل، نحن نأكل من اللحم حي. رصيدنا يتآكل، السياحة موجودة، الدخول، المصانع متوقفة، العمل متوقف. هذا يعني حضرتك بتقصد لابد نحن بهذا، نعم، يعني نحن بذلك نهدم الدولة. الناس تعتدي، الباعة الجاهلين يعتدون على الشرطة. يعني حضرتك بتقول يا استاذ، نعم، كل هذا لا يصلح. هذه ليست ثورة، هذه فوضى، ويجب أن نتوجه للعمل. فمجرد أن أنهيت مداخلتي وخلصت مع الأخت المذيعة، فوجئت بمجموعة كانوا يشهدون الحوار من الواقفين كادوا يفتكون بي. يعني أقول لك بلطجية، مش حول سوار. قلت لهم أنا صحفي وأقول رأيي والمفروض نتقبله. أنا أقول ولابد من احترام الرأي والإنتاج. نعم، علينا بالعمل والإنتاج، ويعني وإذا إذا حصل أي شيء أو ميدان التحرير موجود. جميل، ربنا يكرمك. كل جمعة روح ميدان التحرير، ما ده بيدي صورة سلبية للخارج، وأن مصر ليست مستقرة، ولن تأتي استثمارات، ولا يأتي سياحة، ولا يأتي أي شيء للبلد. نحن بذلك كالقطة التي تأكل أبنائها. ولم يعني أنا تخلصت من هؤلاء الناس بأعجوبة، وكان ممكن أن أتعرض لإيذاء بدني ومن شيء من هذا القبيل. يعني حضرتك بتقول يا استاذ عبد المعطي، بتقول في النهايه ملهم، انا سامعك، حضرتك بتقصد يعني بتقول في نهايه المقال حضرتك
تعليق بعد تعليق كلامك وكلام حضرتك اللي قلته الآن لابد من دفع عجلة الإنتاج. حضرتك بتركز في نهاية المقال بتقول الخلاصة أن بلدنا في أمس الحاجة إلى تضافر كل الجهود المخلصة للبناء والعمل والإنتاج ولم الشمل وجمع الصفوف وضم الطاقات حتى نتخطى هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا بسلام. أنا طبعا أؤكد على هذا المعنى. نعم. وقبله أنا أقرن هذه الوقائع التي حدثت معي شخصيا بوقائع فشل الحوار. أيوة. أن كل ما يتحدث يقوم له الشباب يا أخي اسمع اسمع غيرك. أنا طبعا أستنكر ما فعلته اللجنة والخطأ الذي وقعت فيه اللجنة وسمتها خطيئة. أيوة. أنها دعت بعض الرموز الكريهة من الحزب الوطني الساقط إلى الحوار. ولكن حتى الشباب نفسه ما هوش طايق يسمع كلام غيره. احنا بعد ما انتخبنا وطلعت نتيجة اكتر من 75% او 77% انه المجلس الشعب اولا الان تجد اللافتات الدستور اولا. اذا انت تلتف على الديمقراطية. اذا انت ليس مؤمن بالديمقراطية. يجب ان تلتزم بما توافق على الشعب وبالاستفتاء الذي نتجت عنه هذه الخطوة الديمقراطية. جميل. ربنا يكرمك استاذ عبد المعطي عمران. يعني مقال مهم ورأي لابد ان هو يحترم من كل الجهات وكل الفئات. حضرتك بتقول في النهاية اكرر بلدنا في امس الحاجة الى تضافر كل الجهود المخلصة للبناء والعمل والانتاج ولم الشمل وجمع الصفوف وضم الطاقات حتى نتخطى هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا بسلام. فهناك تحديات داخلية وخارجية تواجهنا ومؤامرات تدبر لنا ولا يمكن أن نواجهها متفرقين، ولذلك علينا أن نركز على العمل والإنتاج وفتح المصانع المغلقة ووقف المظاهرات والاعتصامات مؤقتا حتى نعطي الفرصة للحكومة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنقاذ مصر من هذه الأزمة التي تمر بها والتي يجب علينا أن نساهم في الخروج منها بسلام. أستاذ عبد المعطي بيقول هذا رأيي وأقوله وأصدع به لوجه الله ولمصلحة هذا الوطن ولا بد من احترام الرأي. بمناسبة الاعتصامات والمظاهرات مسلسل الوقفات والاحتجاجات مستمر، قطع الطرق بالعريش وأسوان ومظاهرة لحملة الدكتوراه والماجستير بالمنوفية. كان في مظاهرات قام عشرات العاملين في الخريطة المعلوماتية بشمال سيناء بقطع الطريق الدولي العريش رفح أمام مبنى الديوان عام المحافظة بمدينة العريش، وذلك للمطالبة بتثبيتهم وتعيينهم على درجات مالية وصرف الحوافز. ده في العريش. تعالوا مع بعض نشوف المنوفية. في المنوفية نظم العشرات من طلاب وطالبات المنح الدراسية بجامعة المنوفية وقفة احتجاجية أمام الدكتور محمد عز العرب رئيس الجامعة للمطالبة بتسكنهم على درجات مالية أسوى بزملائهم في بعض الجامعات الأخرى. تعالوا مع بعض، والخبر فيه تفاصيل كتيرة ولكن احنا بناخد العناوين. في السويس أيضا نظم العاملون بمرفق النقل الداخلي بالسويس وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة السويس مطالبين برفع وزيادة أجورهم لنظرا لتدني رواتبهم والتي لا تتناسب مع غلاء المعيشة وأيضا على عدم قيامها على العدالة الاجتماعية. في أسوان شهدت مدينة أسوان أمس حالة من الانفلات الأمن الشديد حيث قام مجموعة من المواطنين بقطع طريق أسوان احتجاجا على قيام سائق الميكروباص برفع تعريفة الركوب من 30 قرش إلى 50 قرش بدون صدور قرار رسمي بذلك. أيضا في أسيوط تظاهر العشرات من شباب قرية قوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب أمس أمام مبنى ديوان عام المحافظة المطالبة بحل مجلس إدارة مركز الشباب بالقرية احتجاجا على تعيين 3 أعضاء مجلس إدارة لمركز الشباب بالقرية دون الرجوع إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. أيضا في دمياط قامت مجموعة من أهالي عدة قرى والواقع بها مصانع كثيرة بغلق طريق رأس البر الغربي المؤدي للمصانع والذي تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ ازدواجه، وقاموا بإلقاء معدات الشركة في المياه لاعتراضهم على إقامة تلك المصانع الملوثة للبيئة بمنطقتهم. أيضا بالفيوم شهد ديوان عام محافظة الفيوم أمس مظاهرة حاشدة ضمت أكثر من 500 مزارع بيعترضوا على الحملات الأمنية على زراعات الأرز الخاصة بهم من قبل شرطة الري بالفيوم والأجهزة الأمنية. أيضا كان في 3 اعتصامات أمام مجلس الوزراء. ما احنا بنقول احنا قاعدين في فوضى الآن. 3 اعتصامات، وخدوا بالكم الاعتصامات علشان إيه. فؤاد احترقت سيارته في جمعة الغضب ويطالب بأخرى. هو بيعتصم أمام مجلس الوزراء عشان سيارته عربيته اتحرقت أيام في جمعة الغضب بيطالب بأخرى. جمعة الغضب لو نتذكر اللي هي كانت يوم 28 يناير. أبو الوفا سرقوا منه 32,000 جنيه، سرقوا منه 32,000 جنيه وموبايل، وسرقوا منه الفلوس فهو
بيطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية أن هم يردوا له هذا المبلغ 32,000 جنيه. أيضا شريف واقف قدام مجلس الوزراء علشان يريد رخصة كشك. طيب ربنا يسترها إن شاء الله. الشرطة بتفض اعتصام أئمة المساجد بالقوة والخطباء يهددون بالإضراب عن الطعام. وكيل الأوقاف بيقول شكلنا لجنة للنظر في أمرهم. الشرطة بتفض اعتصام أئمة المساجد بالقوة. الدكتور عبدالله الحسيني كان أئمة المساجد عاوزين يقتحموا مكتبه أمس، مما أدى إلى إصابة 3 منهم، تم نقلهم إلى مستشفى المنيرة. كما احتجزت الشرطة 3 أئمة آخرين داخل الوزارة لقيامهم بتصوير واقعة فض الاعتصام بكاميرات هواتفهم ولم يخرجوا بعد، فيما توجه مجموعة من الأئمة إلى نقابة المحامين لطرح قضيتهم أمام لجنة حقوق الإنسان بالنقابة ومطالبة النقابة بمساعدتهم والدفاع عنهم في القضية التي رفعوها ضد وزير الأوقاف بسبب رفض تعيينهم رغم اجتيازهم الاختبارات. فقرر آخرون الاستمرار في الاعتصام أمام مقر الوزارة، وعدد منهم بيقول إن ما حدث إهانة من جانب قوات الشرطة التي استخدمت معنا العنف والضرب، ونحن عزل نعتصم من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة. من جانبه قال الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس شؤون القطاع الديني، بيقول أن هناك لجنة مشكلة من داخل الوزارة لبحث حالات جميع الأئمة المستبعدين، وإذا ثبت أن لهم حقوق فسيحصلون عليها، وإذ لم يثبت فسوف يتم إدراجهم في المسابقة المقبلة لدخول الاختبارات. طيب ده بالنسبة لاعتصام أئمة المساجد بالقوة والخطباء بيهددوا بالإضراب عن الطعام. طيب تعالوا بعد نتذكر الموضوع اللي كنا اتكلمنا فيه وبنتابع الحدث، لان ده قضيتنا وعايزين نشوف ان هم هياخدوا حقوقهم ازاي. اوائل خريجي الازهر الشريف، ايه اللي تم لهم الى هذه اللحظه؟ معانا الدكتور علي الصعيدي. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذنا؟ الله يكرمك. قول لي يا دكتور ايه اللي حصل؟ والله استاذنا احنا يوم الخميس الماضي جلسنا مع الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة بعد التفاوض معه ومع واحد من رموز الحكم العسكري عندنا في البلاد. وكان بحضرات الدكتور صلاح صادق والدكتور إسماعيل شبايك عميد كلية الطب الأسبق. تمام. وجلسنا في نادي أعضاء التدريس أنا ومعي اثنين من الإخوة بناء على تفويض المعتصمين لي. ثم بعد ذلك ذهبنا وتحدثنا مع الدكتور أسامة. الدكتور أسامة قال والله طلباتكم على العين وعلى الرأس، ولا بد ان تاخذوا حقوقكم وهذه الاشياء يعني. فقال انا اكلفك انت يا علي ومعك هؤلاء من اصدقائك ان تتابعوا هذا الموضوع بجديه في الجامعه ابتداء من يوم الاحد المقبل ان شاء الله. قلنا لا خلاص ان شاء الله باذن الله. ذهبت الى الجامعه في يوم الاحد حتى اتقابل مع احد النواب الدكتور صلاح صادق، فلم اجده الا قرابه الساعه 3 عصرا. ثم بعد ذلك دخلت على الدكتور محمد حسان نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، واتصل على الأمين العام للجامعة، ثم صعدنا إليه في الطابق الثالث وقلت له بناء على تفويض الدكتور أسامة العبد وتفويض الحاكم العسكري للبلاد بأن نتابع هذا الموضوع بجدية حتى ننتهي من هذا الأمر. فقال أنا ما عنديش أوامر بكده، وبعدين يعني رئيس الجامعة على العين وعلى الرأس ورجل أكاديمي، أما أنا فأنا إداري وأنا أقسم بالله لن أخذ أكثر من 2000 درجة للكليات النظرية والكليات العملية. قلت إذا الكلام قد غير، لأن اتفقنا على عدة مطالب. أولا أن يعين الأول والثاني من كل قسم وفي كل شعبة ابتداء من 2002 وحتى 2010، الأمر الذي اتفقنا عليه. فصل أصول عن الفروع، ألا يكون هناك مقارنة بين الدفعات اللي هو التكليف الجار الذي نقول عليه يقارن بين دفعة 2009 و2010. قال لا، تكليف 2009 و2010 نازل. قلت له إذا الكلام قد غير بذلك. قال انا ما مش ليا دعوه، اللي انا عندي قلت لكم. قال انزل بقى تابع تحت في الشؤون الاداريه. نعم. نزلت في الشؤون الاداريه حتى نجد هذه الطمه الكبرى، يعني وجدت انه في كليات الاقاليم كما هو الحال، يعني استبعد هؤلاء لا يريد تعيينهم. كليات اصول الدين في الزقازيق كتب عددها 2912 في حين ان هي عددها 6291، وهذا مثبت ومعنا اوراق تفيد ذلك، ولكن سبحان الله لا حياه لمن تنادي. ولم ينتهي هذا الامر، في اليوم الذي بعده ذهبنا إلى الدكتور محمد حسان. الدكتور كان عنده اجتماع هناك في المجلس الأعلى للأزهر، كان بالأمس، وأيضا قال إن شاء الله وسنتابع مع بعض وهكذا. اتصلت على الدكتور إسماعيل شبايك فقال يا علي أنتم أصحاب حق،
وان شاء الله يعني سينتهي الامر قريبا وكذا، ولكن الورق بالفعل ذهب الى التنظيم والاداره. اذا ادري ما هذه الوعود الطائشه. ذهبنا الى المشيخه بالامس وكنا نود ان نتقابل مع فضيله الامام الاكبر، ولكن حيل بيننا وبين الوصول الى الامام. ذهبنا اليوم الى رئاسه الوزراء الى الدكتور عصام شرف بصفته انه هو الوزير المفوض لشؤون الازهر، ولكن بعد ذلك ايضا لم نجد حيالا بيننا وان نتقابل مع الدكتور عصام شرف، ولم نستطيع ان نصل اليه بالفعل، وما زلنا هناك ننتظر عند مجلس الوزراء. طيب. هذا هو الحال، يعني لا ادري يعني اذا كان قد اصدروا قرار لهؤلاء الذين يعملون في يعني يا دكتور يا دكتور اذا لا جديد في الامر، لا جديد في الموضوع، لا جديد والله، يعني طيب. الجامعه تفعل هذه الاشياء. طيب الامر الاخر يا دكتور، يعني احنا قرانا في الصحف في يوم الخميس الماضي إن شيخ الأزهر تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الأوائل المعتصمين، وقرينا خبر النهاردة إن الأزهر بينفي تقدم الطيب ببلاغ ضد الأوائل المعتصمين. تعليقك على الخبر وإيه اللي حصل؟ نعم يا فندم، إحنا الخبر ده كلنا قرأناه، كان يوم الخميس الماضي، وقد استعجبنا والله كيف للدكتور أسامة العبد أن يتفاوض معنا، ثم بعد ذلك نفاجأ بأن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الإسلام تقدم فينا ببلاغ للنائب العام يقول أن هؤلاء أهدروا هذه الكراسي وقاموا بتخريب الجامعة وقاموا بتخريب كذا وكذا وكذا، ولا ندري كيف هذا الأمر. استعجبنا واستغربنا، وقال بناء على التفويض له لعميد كلية الشريعة والقانون. طيب. لا أدري في أي مكان يعني. تمام. إذن لا جديد في الموضوع يا دكتور علي. وقرأنا في أكثر من صحيفة. جميل. يعني إذن يا دكتور عفوا المقاطعة، إذن لا جديد في الموضوع، هنستمر وهنشوف الأمر هيصل لإيه، لأن الموضوع بيزداد صعوبة أكثر وأكثر. إحنا بنقول 20,000 طالب من أوائل خريجي الأزهر مش عارفين يتعينوا من سنة 2002 إلى هذه اللحظة. الأزهر بينفي تقدم الطيب ببلاغ ضد الأوائل المعتصمين. الخبر اللي جاي من مشيخة الأزهر من العلاقات العامة بيقول نفى الأزهر الشريف ما نسب إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أوائل الخريجين بكليات جامعة الأزهر الذين كانوا قد اعتصموا بمجلس الجامعة. خدوا بالكم الخبر وصل لإيه. أكد مصدر مسؤول بالجامعة أن مجلس الجامعة هو الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام. ضد هؤلاء المعتصمين نظرا لتسببهم في تعطيل العمل وعدم تمكين مجلس الجامعة من عقد اجتماعه الدوري الأخير داخل قاعة المجلس، مما اضطروا لعقده في مشيخة الأزهر. كلام صعب إن جامعة الأزهر مجلس الجامعة يتقدم ببلاغ ضد أبنائه، ضد خريجي الأزهر ببلاغ للنائب العام. لا، الأمر ما يوصلش إلى هذه الدرجة، حتى لو أخطأوا، حتى لو استمروا في مقر مجلس الجامعة وهم مجلس الجامعة معرفش يعقد اجتماعه. لما يحصل الأمر ده لازم أتفاوض معهم بحب، لأن دول تلامذتك يا دكتور أسامة، دول أولادك يا دكتور أسامة، دول أولادك يا فضيلة الإمام الأكبر. لابد من التدخل العاجل، لأن هيدخلوا في اعتصام. أنا بقول لحضراتكم هيدخلوا في اعتصام من يوم الاثنين القادم، اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، وده هتبقى مشكلة كبيرة. يبقى احنا عندنا أوائل خريج الأزهر اعتصام مفتوح، معانا أئمة المساجد هيبقى اعتصام مفتوح، ده هيبقى أمر آخر. احنا الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف بيقول في تصريح خطير ومهم جدا، محتاجين نعرف ايه اللي وراء الخبر، والدكتور سالم عاوز يحذرنا وينبهنا من ايه. بيقول مصر معرضة للاختراق من القاعدة بقوة. الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف معنا الآن على الهواء. السلام عليكم دكتور سالم. عليكم السلام يا استاذ ملحم. ازي حضرتك يا دكتور؟ بارك الله فيك، ربنا يكرمك. عايز تبين ايه يا دكتور لكل محبي ومشاهدي قناه الرحمه في كل مكان في تصريح حضرتك في الندوه اللي عقدت، مصر معرضه للاختراق من القاعده بقوه؟ هي الاول تحيه لحضرتك ولكل المشاهدين. النهارده كان في ندوه مهمه جدا عقدها المركز القومي للدراسات الاسلاميه والاستراتيجية، شارك فيها مجموعة من المفكرين على مستوى راقي جدا ما بين سياسيين ودينيين وصفات مختلفة، وكانت بتتناول مستقبل القاعدة بعد بن لادن في ضوء تغيرات الحد النبوي. وكان هناك اتفاق على عدة حقائق، من أهمها أن بن لادن وإن كان استشهد أو توفي على اختلاف طبعا تقسيم بعض الشهادة أو الوفاة في حد ذاته النجر رحمه الله، إلا أنه في اتفاق على أن القاعدة لا يمكن إطلاقا أنها تنتهي بمقتل الشيخ بن لادن، فتظل القاعدة موجودة، إنما قد يكون لها منحنى هابط
نسبيا وربما يصعب لأسباب. اتفق الجميع كذلك وانا من بينهم على ان هناك اسباب عديده لتغذي فكر القاعده، منها الظلم العالمي الموجود للمسلمين، منها عدم العداله الاجتماعيه في بعض الشعوب، منها القضيه الازليه في فلسطين، وهي قضايا حقيقه ما تزال لم تحل بعد. وبالتالي تطبيق القاعده سيظل موجودا باعتبار ان هذه الامور ما تزال موجوده ولم تحل. لكن هناك ايضا تخوف شديد جدا في ظل الثورات التي لم تنجح بعد زي اليمن، زي ثوره ليبيا، وزي ثوره تونس، وبالتحديد في اليمن، من ان القاعده سوف تستغل هذا الوقت. وحصل بالفعل واذاعت بعض وكالات الانباء ان عبد الله صالح الرئيس اليمني الان ادخل مجموعه من القاعده الى اماره من الامارات او محافظه من المحافظات يسمح لهم بإنشاء وإعلان إمارة إسلامية فيه، وده تحول في منتهى الخطورة. وهو أعتقد في سبيل المحافظة على البقاء ما تلموش أي حاجة ثانية. القصة دي لو نجحت بشكل كبير بالتأكيد يمكن أن يتغلغل هذا الفكر أو يحاول أن يحاكيه بعض الشباب بالذات من أبناء السيارات الإسلامية في بلاد أخرى. بما أن القاعدة فكر ما هياش تنظيم عنقودي زي التنظيمات الأخرى، فيخشى أن هذا الفكر يتحرك إلى مصر بلا حدود وبلا سدود في ظل الحرية المفقودة الآن. التخوف ده يدعونا لإيه؟ يدعونا أن نكون حذرين يا أستاذ مصر. نكون حذرين في حديثنا. إن إحنا كعلماء ودعاة وفي صلواتنا الدينية العديدة سواء الرحمة أو الناس أو أزهري أو فكرة أو الرسالة أو لآخره نتبنى وبشكل قوي جدا دعم الفكر الوطني وإعلاء قيمة الوطنية. والتنبيه على أن التكفير ممنوع، والتنبيه على أن لا يمكن إطلاقا أن نرفض الآخر أيا كان الآخر، مش بس غير المسلم، حتى من يختلف معي في الرأي. أنا أعتقد بهذا النوع من التكفير ونشر هذا الفكر الوطني خاصة عبر قنواتنا الفضائية الدينية سوف ننجح بشكل كبير بإذن الله بصد هذا القانون. إن لم نفعل سيدي حتى بالفعل أن يتغلغل فكر القاعدة كثقافة في ظل مجتمع منفتح، ويمكن أن تظهر هذه الأشياء في ظل الحرية الموجودة مع أول احتكاك أو مع أول موقف لا يعجب بعض الشباب. جميل يا دكتور. يعني الحمد لله رب العالمين. يعني بمناسبة القنوات الدينية وتبني منهج الوسطية، يعني حضرتك تعلم والكل يعلم بفضل الله تبارك وتعالى أن منهج قناة الرحمة قائم على الوسطية والاعتدال، ونتمنى ونسأل الله تبارك وتعالى أن نستمر على هذا المنهج الذي هو منهج الإسلام. طيب يعني أنتهز فرصة حضرتك يا دكتور سالم، يعني في خبر أنا قرأته الآن ومحتاجين نسمع تعليق حضرتك في مسألة اعتصام أئمة المساجد والخطباء بيهددون بالإضراب عن الطعام. تعليق حضرتك على الخبر ده إيه؟ قبل ده لأن الموضوع هي موضوع الصعب ده مهم جدا. قبل ده كان بيزاملنا في الحديث النهارده الدكتور ناجح إبراهيم. الدكتور ناجح إبراهيم زي ما احنا عارفين تبنى المراجعة لأبطال الجماعة الإسلامية من فترة طويلة. والنهارده تكلم الحقيقة عن نص فكر القاعدة كأن عالما أزهريا راسخ في العلم يتكلم في هذا الموضوع بخصوصية رائعة جدا. فوجد ان انا احيي الدكتور ناجح واتمنى انه تفتح له المجالات انه يعلن من هذا الراي ومن هذا التوجه ومن هذه المراجعات ان قناعه الشباب بالدكتور ناجح وبامثاله من زعماء التيارات الدينيه المختلفه هتبقى اقوى ايضا من تاثير واحد زي سالم عبد الكريم اللي ممكن يكون محكوم على الحكومه او ما شابه. طيب اذا تكلمت حبيبي في القضيه الاخرى بتاعت الائمه، اولا كل اخواننا الائمه فوق دماغنا، وانا هنا بتكلم كامام جميل ليكم بتستخدم توكيل وزاره رئيس ولا غير رئيس. مطالبهم مشروعه جدا، وما حدش اطلاقا ينكر فئه الدعاء في مصر للاسف هي اقل فئه ماديا، مع ان المفروض تكون هي اعلى فئه بلا استثناء. ايوه. انه هناك في الحقيقه ظلم وقع للبعض، البعض منهم لم يعين في الوزاره نظرا لانتماءاته المختلفه، وده كان نظام معمول فيه للاسف في كل الدولة. أنا شخصيا يا أخ ملهم لم أعين في الجامعة كمعيد، ولم تقبل أوراقي أو لم أوفق في المسابقة لما تقدمت مدرب مساعد،
وكذلك مدرسا في الجامعه برضه في النظام اللي كان موجود. فده امر احنا مجهولين منه كلنا وعارفينه كلنا، وبالتالي احنا كلنا واقفين بجوار هؤلاء الناس. تمام. هي اقترحت على الدكتور عبد الله الحسيني معالي الوزير، والراجل وافق جدا على هذا الموضوع، انه بدل ما كنا بننزل مسافه اللي بتنزل في شهر 7 نص سنه تقريبا، بدل ما بننزل مسافه في 6 ل 2011 هننزل السنه دي مسافه مفتوحه بعان ما ابتدات في المسابقه. طيب جميل، ده راي وحل جميل، حل وسط جميل. يتقدم الجميع من جديد. ان شاء الله انا اعرف ان هم متميزين، واعرف ان هم كانوا حاصلين في الكريات بتاعتهم على تقديرات عاليه، واعتقد ان هم لو تقدموا المسابقه باذن الله سوف ينجحون وهينضموا لكثير الدعاه معانا يشرفونا في الاداره. ربنا يكرمك دكتور سالم. أنا بشكرك شكرا جزيلا على تواصلك معنا. الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا. ثورة المحامين تدخل يومها الثاني للمطالبة بتطهير النقابة وحل المجلس الحالي واستقالة خليفة. 7 يونيو موعدا لثورة غضب جديدة وطالبوا بموعد للانتخابات. وانقسام حركات شباب الثورة حول الحوار مع المجلس العسكري، احنا عارفين ان كان في حوار اليوم. العليا توافق بشرط، والحرة للتغيير تطلب التأجيل، والاتحاد يصف الدعوة بغامضة. مسألة الثورة والمتحدثين باسم الثورة احنا في مشكلة كبيرة جدا، لان لما جينا نتتبع الأخبار ونعرف الائتلافات الكثيرة والمتعددة اللي خرجت من الثورة، عندنا 67 ائتلاف بيمثل الثورة، 67 ائتلاف بيمثل الثورة، وكل واحد من هذه الائتلافات بيقول أنا المتحدث الرسمي، أنا اللي معايا الصفة الرسمية التي تتحدث وتتكلم باسم الثورة. ائتلاف واتحاد شباب الثورة بيقاطعون الحوار مع المجلس العسكري. ترحيب واسع بإنشاء أول بنك إسلامي في سلطنة عمان. القذافي متحديا بيقول لن أغادر ليبيا. ومعهد بلبيس الإعدادي بنين الأزهري يعيش في ظلام. معهد بلبيس الإعدادي محتاج تدخل كبير جدا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. بيقول إن هذا المعهد، معهد بلبيس، تمت إعادة بناء المعهد من جديد الذي أصبح يضم 500 تلميذ حاليا، وأثناء البناء قام مدير إدارة كهرباء بلبيس السابق بطلب العداد الموجود بالمعهد، وذلك لاستبداله بعداد آخر، وذلك بعد الانتهاء من البناء. وطلب من المهندس القائم على تنفيذ المعهد بعمل كابل يصل للطريق الرئيسي، وبالفعل قام المهندس المسؤول بعمل كابل تكلف 10,000 جنيه. المشكلة ان لا ما عادش فيه كهرباء الان بسبب التحليلات والتجديدات اللي تمت في المعهد. فمعهد بلبيس وإدارة معهد بلبيس بيتقدموا بنداء وباستغاثة الى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالتدخل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بعد الفاصل. من ملف الحياة احكي لكم هموم الناس. تقول ايه لرجال الشرطة في مصر دلوقتي؟ بصراحة لازم يشدوا حيلهم معانا شوية، لان بصراحة يعني في حالة تسيب جامدة قوي قوي، ولازم الشرطة يكون لها دور ان شاء الله. هما المفروض الناس دي ترجع بقى وترجع كل حاجه ترجع لطبيعتها يعني وكده. بس ده عملهم لازم يادوا بيه زي ما احنا مصريين وما مصريين. لازم انا منزل ادي عملي، لازم هم برضو ينزلوا يادوا عملهم. اقول رساله لرجال الشرطه، يعني يتقوا الله في الشعب ويراجعوا نفسهم وينزلوا الشارع، ينزلوا الشارع لان الشارع محتاجهم. بقول لرجال الشرطه يشكروا على كل شيء، لكن خدوا ثقه في نفسكم واحنا بنحبكم فيما عدا الشرطه اللي تسببت في الاذيه. اقول لهم حزم شويه، والناس تبقى معاكم، وانتم يعني لازم الهيبه بتاعتكم ترجع اللي كانت موجوده، وخصوصا على الناس الخارجين على القانونيه. انا اتمنى ان الشرطه ترجع بكامل طاقتها، واتمنى ان هي تكون في احسن مستوى ليها. هو المفروض يفهم دوره ايه ويشتغلوا صح عشان يقدر يرجع زي ما يعني يقدر يكون له هيبه واحترام، وفي نفس الوقت ما يتعداش حدوده. يعني المسألة دلوقتي مش محتاجة الناس ترجع لورا، احنا عايزين خطوة لقدام لان البلد في خطر. اقول لهم ارجعوا زي الاول. من ملف الحياة احكي لكم هموم الناس.
الناموس والعبر والصبر فيه أساس. عن مصر ما تسألني سنعود إن شاء الله. لو انت تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيكم هموم الناس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحية وترحيب بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرطة تعود إلى الشارع بكل قوتها. إيه الخبر ده؟ وإيه حقيقة الكلام ده؟ وحالة الخوف والفزع والرعب المسيطرة على كتير من الناس هنا في مصر، وحالة الانفلات الأمن اللي الكل بيتكلم عنها، والحلقة الماضية حلقة الأربعاء الماضي لما كنا بنتكلم مشاهدينا الكرام عن الانفلات الأمني وعن أن كل واحد ماشي في البلد بمزاجه وعلى كيفه، وانفلات في كل شيء، فوضى في كل شيء، بلطجية في كل مكان. إحنا النهاردة مشاهدين الكرام بنحاول نعمل شيء جديد، بنحاول نقدم إعلام إيجابي، إعلام هادف. إيه حكاية الموضوع ده؟ هنتكلم فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن بعد ما نشوف فقرة باحث ورسالة، الفقرة اللي احنا بفضل الله رب العالمين بنتميز بها على شاشات الفضائيات، باحث ورسالة. احنا معانا رسالتنا النهاردة اختيارات الأصولية عند القاضي أبو بكر بن العربي. ايه حكاية الموضوع ده؟ الباحث مين؟ لجنة المناقشة. تعالوا مع بعض نشوف مدار في هذه الرسالة. الباحث غواص ماهر والصيد لآه. أبرزت الدراسة المكانة العالية الكبيرة للقاضي أبي بكر بن العربي في علم أصول الفقه، وأظهرت مشاركته المختلفة وثقافته الواسعة المتنوعة في سائر العلوم الإسلامية والعربية، مما يجعل المجال مفتوحاً أمام الباحثين ليتناولوا هذه الشخصية العظيمة في كثير من الفنون حسب تخصصاتهم المختلفة. اثنين، كشفت الدراسة أن المذهب المالكي قد دخل في وقت مبكر إلى بلاد الأندلس، حتى غدا المذهب السائد في تلك الربوع، بل أصبح أهل الأندلس شديد التمسك به لا يرضون بغيره بديلا. وإن كان كثير من علماء المالكية الأندلسيين قد استفادوا من سائر علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم، وذلك من خلال رحلاتهم العلمية المتعددة إلى المشرق أو من خلال الكتب التي وصلت إليهم. ثلاثة، أظهرت الدراسة مكانة بلاد الأندلس العلمية في تلك الحقبة وما قدمته إلى الأمة من علماء أجلاء خدموا الدين في شتى ميادين العلوم، حتى أصبحت الأندلس يومئذ منارة تشع بنورها على وجه البسيطة، مما كان له أكبر الأثر في نهوض الحضارة الغربية المعاصرة، ومن هؤلاء القاضي أبو بكر بن العربي. أتحدث عن الباحث وأنوخ بما قام به من عمل جيد في هذه الرسالة، ولعل أول شيء أعتز به مما قام به الباحث في رسالته أنه ترجم لكل الأعلام الذين وردت أسماؤهم ببحث. قلت هنا تحت عنوان أولاد ابن العربي وأحفاده، أما أولاد ابن العربي فقد كان له من الأولاد ثلاثة ذكور وحفيدان، مش كده؟ نعم. في الصفحة اللي بعدها قلت أما أحفاده فمنهم فلان وفلان، ما أنا مش عارف هو له أحفاد ولا له حفيدان، ولا أنت من الجماعة الذين يقولون أن أقل الجمع اثنين، أنا مش فاهم. يعني أنت في صفحة تقول لي أن له اثنين حفيدين، وفي صفحة تانية تقول لي أما أحفاده فمنهم كذا وكذا، إيه يا سيدنا الشيخ؟ هات لي 45. هنا بقى يعني في اللي أنا عقدتها عليك في اللغة، هنا في صفحة 45 لما تقول لي واحد أبو الفتح، اثنين أبا سعيد ولا أبو سعيد؟ يا سيدي أنت قلت في الأول بها اجتمع بجمع كبير من العلماء منهم، يبقى أبو الفتح وأبو سعيد والإمام فلان. أبو فهمتها ولا أنا ولا أنا؟ طيب، اتفق جمهور الأصوليين على إيه؟ هم اتفقوا، ولا تقصد بجمهور الأصوليين؟ جمهور الأصوليين ها؟
ما ايش تقصد بالجمهور اللي هم مين؟ ما تجاوب يا شيخ. ما هي صح العبارة، بس أنا عايز الجمهور ما عدا مين؟ الحنفية قالوا بمفهوم المخالفة؟ لا الموافقة، لا الموافقة، اه اتفق، اه الموافقة، اه مفهوم الموافقة. ها نتكلم عن ايه؟ لا انت بتقول اتفق جمهور الأصوليون على مفهوم الجمهور، اه شيل بقى الجمهور بقى. اقترحت اللجنة وبإجماع آراء أعضائها منح الباحث منير الكمنطر ابن الكيلاني درجة العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى. الباحث غواص ماهر والصيد لآلئ وجواهر ما بالك لو كان. بنقول للدكتور منير ربنا يكرمك وحياة موفقة بإذن الله تبارك وتعالى في رحلة البحث العلمي دائما إن شاء الله تبارك وتعالى. بنقول لك ألف مبروك والشكر والتحية للجنة المناقشة. مشاهدينا الكرام، بقول لحضراتكم الشرطة تعود إلى الشارع بكل قوتها. ده الخبر ده موجود في كل جرائد، كل الجرائد المصرية النهاردة، وإحنا بنتكلم بنقول إن في حالة خوف وفي حالة فزع في الشارع المصري، في حالة انفلات أمني. فإحنا بنقول إحنا عايزين نرجع الثقة بين الشرطة والشعب. نرجع الثقة بين الاثنين إزاي؟ ده اللي إحنا هنقدر نتعرف منه من خلال الأستاذ المؤدب والمؤدب دائما لنا، واللي بيعلمنا كيف ندير الحوار، أستاذنا الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ مؤمن الهباء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، وأشكرك على هذا الكرم في التقديم. أنت أهل لكل خير إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. يعني كيف نعيد الثقة بين الشرطة والشعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشرطة لعل التجربة الماضية أثبتت للجميع أن الشرطة جهاز مهم جدا جدا وحيوي جدا بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للشعب وبالنسبة لكافة الفئات وبالنسبة للدولة. الدولة ككل، ككيان قائم وسيادي، لابد أن يستند على مؤسسات كبيرة، وجهاز الشرطة أحد هذه المؤسسات، بل لعله يأتي في المرتبة الثانية من مؤسسات السيادة في الدولة بعد القوات المسلحة. التجربة أكدت للجميع أننا يمكن أن نصبر على عدم وجود طعام بعضا من أيام الأسبوع، ويمكن أن نصبر على يعني كثير من مشاكلنا في لأيام عديدة، ولكن الأمن وفقدان الأمن لا نستطيع أن نصبر عليه بعضا من وقت ولو كان قليلا، لأن الأمن مسألة حيوية جدا جدا، واليوم أصبح مطلبا سابقا حتى على المطالب الفئوية التي تقوم من أجلها يعني مظاهرات واعتصامات وما إلى آخره. ولو كانت هناك درجة يعني من الوعي لدى الشارع المصري لقامت مظاهرة مليونية الآن تطالب بعودة الشرطة بكامل طاقتها على النحو الذي قرأته في الجريدة الآن. الشعب يريد عودة جهاز الشرطة. هذا هو الهتاف الأكبر الذي يجب أن نهتف به جميعا الآن. وفي جريدة المساء التي أشرف بأنني مدير لتحريرها، كان هناك تحقيق في عدد الأمس، بلاغ من الشعب إلى رئيس الوزراء. الأمن قبل الخبز دائما. الأمن قبل الخبز. جميل. لأن الأمن مسألة تتعلق بالنفس. نحن جميعا ومن مقاصد الشريعة الحفاظ على الأمن، الأمن والروح، أرواح الناس أولا، وجهاز الشرطة هو المنوط به المحافظة على أرواحنا جميعا. ويجب على القائمين على جهاز الشرطة أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن يدركوا أن عودتهم
إلى مسؤولياتهم، إلى ممارسة مسؤولياتهم، أصبح الآن ليس مطلبا فقط ولكن أصبح واجبا. نعم. دينيا في المقام الأول، وطنيا في المقام الثاني، شعبيا واجتماعيا واستقامة هذه الأمة أصبحت تتطلب الآن. نعم. بأقصى درجة تواجدهم في كل مكان. نعم. في كل مكان حتى نمنع الفتن. نعم. لأن هناك فتن واختلطت حقائق كثيرة جدا في المجتمع. صحيح. طب النقطة المهمة جدا أستاذ مؤمن، يعني نعلم مسألة التعميم دي مسألة خاطئة. نعم. تعلمنا ذلك. احنا في جهاز الشرطة هناك رجال عندهم أخطاء. نعم. رجال لابد أن يحاكموا. نعم. عندهم مشاكل عديدة لابد أن هم يصلحوا أحوالهم. نعم. العدلي كان على رأس هذا الجهاز هو رجل بحسب التحقيقات بأنه رجل فيه أشياء عديدة واتهامات عديدة. طيب ما ينفعش أحكم على كل جهاز الشرطة، كل العاملين في الشرطة أنهم مفسدون مثل العدلي. بالقطع. بالقطع. ونحن إن فعلنا ذلك فقدنا الثقة بأنفسنا أولا. أي. لأني رجل الشرطة هذا هو أخي وأخيك. هو ابني وابنك. فيجب أن نسترد أولا ثقتنا في أنفسنا. جميل جميل. يعني نحن شعب، نعم فينا عيوب، ولكن كما قلت وتفضلت التعميم خاطئ جدا. أي. فلا، إحنا فينا إيجابيات كثيرة، ويجب أن يسترد أيضا جهاز الشرطة ثقته بنفسه، ونحن كشعب يجب أن نساعده على ذلك، يجب أن نشعره بأهميته في الشارع المصري. يعني أنا أعجب، أشد العجب من بعض الممارسات السلبية التي يعني يراها البعض وينقلها البعض على شاشات التلفزيون. أوه. بأن السائق الفلاني وجه توبيخا لرجل شرطة، لعسكري في الشرطة. نحن أحوج إلى رجل الشرطة من حاجته إلينا، نحن الذين في أمس الحاجة إليه، ويجب أن ندرك هذه الحقيقة أولا، ثم يجب عليه أن يدرك هذه المسؤولية وأن يتعامل معها ويؤديها على وجهها الأكمل. لا شك أن هناك ممارسات سلبية، والبعض الآن ما زال يعني يسجل بعض الممارسات السلبية، ولكن هذه ليست حجة على أن ألا يعود جهاز الشرطة إلى ممارسة دوره ومسؤولياته في الشارع. ووزير الداخلية الآن رجل يعني طيب، يبسط جناحه للناس ويستمع إلى كل الآراء، ورئيس الوزراء يستمع إلى كل الآراء، وجهاز المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمع إلى كل الآراء، والبلاغات تنهال يوميا بالآلاف على النائب العام. أعتقد أن صحوة أجهزة الرقابة بهذا الشكل تجعل الأبواب مفتوحة لمن يريد أن يشكو. لمن يريد أن يقدم بلاغات، بشرط أن تكون بلاغات محددة وصحيحة وموثقة حتى يعني تؤتي ثمارها. صحيح. لكن التعميم العام واتهام الناس بالباطل، أنا في تصوري أنه هدم مؤسسات كثيرة في الدولة، ويمكن أن يهدم يعني في الأيام القادمة إلا ما رحم ربي، يهدم يعني أشياء كثيرة جيدة في حياتنا. جميل. طيب هناك فجوة موجودة بين الشعب وبين الشرطة، ما حدش ينكر هذا الموضوع. نعم. طب من اللي يبدأ؟ من اللي يبادر بمسألة إعادة نحن الفقر؟ معا يجب أن نبدأ، نحن معا. طب بتيجي نحن نشوف في الموضوع أمس ده، نحن في أمس الحاجة إلى إليهم وهم في حاجة إلينا. لا، إحنا عايزين خطوات عملية نقدر إحنا اللي نبدأ الأول، وإحنا بنقول لهم بنبسط إليكم أيدينا، نفتح لكم أزرعنا وصدورنا، نرحب بكم، مستعدون أن نتعاون معكم حتى تؤدوا أدواركم على أكمل وجه. إذا طلبتم منا أشياء يجب أن نسارع إليها، ولكن يجب على كل رجل شرطة متواجد في بيته أن يرتدي بزاته الآن وينزل على الفور إلى الشارع لكي يلبي أولا زي ما قلت في الأول، أن يؤدي واجبه الديني ثم واجبه الوطني. جميل. نستقبل اتصال. السلام عليكم. وعليكم
عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاكم الله كل خير. ربنا يبارك في حضرتك. بمناسبة موضوع الحلقة، احنا تعودنا ان احنا دايما نظهر السلبيات. نعم. فأنا عن نفسي من 4 أيام تعرضت لموقف إيجابي جدا مع الشرطة الحقيقة، فأنا أحب ان انا أظهر الإيجابيات اللي انا تعرضت يعني من فضلي. من الجهاز ده. نعم. كان عندي مشكلة فروحت عشان أعمل بلاغ بدون مبالغة والله، من أول عمل لي المحضر لحد المقدم والملازم ورئيس المباحث نفسه ورئيس الدورية، والله العظيم بدون مبالغة، يعني أصروا أن هم أولا يكرموني آخر كرم من حسن المعاملة وحسن الضيافة، ويعني وكل اللي هم كانوا طالبينه أن احنا أن أنا أدعي لهم مجرد الدعاء، وما شاء الله كان في إيجابية يعني في 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 العمل بتاعهم بشكل يعني طيب جميل، ادى الواحد ثقته بنفسه حتى ان هو حس ان هو ليه كبير. أيوة. ان هو فعلا ما يعني ما حد اهتمام في البلد يعني. تمام. فجزاهم الله خير الجزاء عنا، وربنا يا رب يجعل كل ال 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 جهاز الشرطة كنموذج اللي انا تعرضت له يا رب. الله وجزاكم الله كل خير. شكرا شكرا جزيلا. استاذ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ ملهم؟ اهلا بيك اتفضل. الله يبارك فيكم. بالنسبه للبرنامج اللي الشيخ سالم على دلوقتي بخصوص ممنوعين امنيا، احنا دلوقتي متصلين امام وزاره الاوقاف. عامل ايه؟ بنطالب بحقنا، بنطالب ان احنا نتعين، واكثرنا ناس بفضل الله معاها مرتبه شرف وطالعين من 10 اوائل على الدفعه، وحتى الان وعدونا اكثر من مره ان احنا يعني نوظف وان هم يمسكونا اماكننا في الوزاره، مع العلم ان احنا اجتزنا اكثر من امتحان واسمائنا رايناها باعيننا في كشوف الناجحين، ومع ذلك ما فيش اي حد راعى لهذا الامر ابدا. ومع طيب ذلك جميل. نعم بقول لحضرتك جميل جميل ان انت يعني ايضا يعني بيتداخل معانا تعليق على نعم. الخبر اللي احنا قلناه نعم. في تظاهر نعم. واعتصامات ائمه المساجد، والدكتور سالم علق فهو بيعلق ايضا. طيب ان شاء الله يعني ده ملف ان شاء الله اوعد حضرتكم واوعد حضراتكم كلكم ان شاء الله نفتح لهذا الملف في الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى، زي ما فتحنا ملف واستضفنا اوائل خريجي الازهر نستضيف ايضا المعتصمين في ائمه من ائمه الاوقاف. انا يهمني برضو والله ان يعني اشارك في هذا الامر. نعم. استاذ ملهم يعني نعم. ان يعني انا يؤلمني جدا ان ارى علماء الازهر ورجال الاوقاف يعني يعتصمون ويتظاهرون من أجل حقوقهم. يجب لهذه الفئة الرفيعة في المجتمع أن تجد قناة أخرى توصل بها يعني صوتها إلى المختصين، وأن يكون هناك تعامل يعني غير الاعتصام والمظاهرات وبالذات بالنسبة لعلمائنا الأفاضل، لأن هؤلاء لهم مكانة في المجتمع ويجب علينا جميعا أن نحافظ على هذه المكانة. المشكلة أن الجانب الآخر ما فيش تقدير أو ما فيش هذا خطأ. هذا مشكلة خطأ كبير. يجب على الطرفين أولا أن يسلك العلماء مسلكا يليق بمقامهم الرفيع، وأن يبادر أصحاب القرار على الطرف الآخر بأن يتفاعلوا بنية حسنة وبصدر مفتوح وبقلب مفتوح لكي يحاولوا حل المشاكل، ولا يلجئوا علماءنا الأفاضل إلى التظاهر والاحتجاج. جميل. بالإضراب والاعتصام. نعم. الأستاذ عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك تفضل. أهلا بحضرتك والله. أنتوا بتتكلموا عن الأواف والموظفين احنا بنتكلم عن الأمن وعن الشرطة. برضك في عندي مشكلة بالنسبة للأواف. نعم. ان هم وزاره الاوقاف على مستوى الجمهوريه بتعين الموظفين الصغيرين اللي هم فراشين وحاجات زي كده، وبياخدوا منهم 17,000 جنيه. الكلام ده بعد الثوره. طب انا عايز اقول لك حاجه بس يعني احنا مش عايزين كلام، لو معاك دليل على اللي انت بتقوله ابعت لي هذا الكلام. يعني يا استاذ عبد الرحمن بأكرر لك مره اخرى ان ده معاك الكلام بتقول ان بعد الثوره، لو معاك دليل على كلامك ان المؤذن او مقيم الشعائر او الموظف او الفراش او العامل اللي في المسجد بيتقدم لعمل ويتعين في مسجد ب 17,000 جنيه هات لنا الورق بس وابعته، وربنا ييسر كل عسير ان شاء الله. ناخد اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام.
الاستاذ ملهم، اهلا بيك. ازاي حضرتك يا باشا؟ اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بألف صحه وسلامه. معلش ارجو حضرتك انك تفتح صدري ليا الحاجه حمده عميري. اهلا وسهلا. الغربيه، اهلا بيك. انا ابني احد اوائل كليه الصيدله جامعه الازهر. تمام. خريج 2008. أي. تقديره امتياز مع مرتبه الشرف اول الدفعه ما شاء الله، تقديره فوق 90%. تمام. تصور حضرتك للان لم يعين معيد بالجامعه، وانت حضرتك كنت بتتكلم على هذا الموضوع من شويه مع الاخ علي الصعيد. صحيح. طرقنا جميع الابواب، بقالي 3 سنين من ساعه التخرج كتبنا في الجمهوريه والميسا اكثر من مقال. ايوه. لشيخ الازهر كان موجود في هذا الوقت. تصور حضرتك رئيس الجامعه في هذا الوقت الاستاذ عبد الله الحسيني. ايوه. ابني وابن الاستاذ عبد الله الحسيني اسمه احمد عبد الله الحسيني، زميل ابني وتقديره جيد جدا فقط. يعني ابني احسن من ابن رئيس الجامعه. وللان لم يعين ابني، طرقنا جميع الابواب وجينا وقفنا عند مجلس الوزراء وعملنا مداخله مع قناه الحياه ومع الناس كلها وما فيش حد بيسمعني ولا حد بيقول انتوا مين. طيب حاضر يا حاج. ثورة 25 يناير ولا حاجة يا سعد. طب أنا هستأذنك، أنا هستأذنك أيضا، هستأذنك بس ابعت لنا الأوراق اللي بتثبت ذلك إن ابنك لم يعين وابن رئيس الجامعة في هذا الوقت هو اللي عين. ابعت لنا بس الورق وإن شاء الله نفتح الموضوع إن شاء الله. يعني ابعت أي واحد عنده شكوى بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع، لأن البرنامج ده برنامج كل المظلومين، وكل اللي عنده شكوى يبعتها لنا وإن شاء الله ربنا يصل لنا كل أمر عسير إن شاء الله ونحاول على حلها. اللي يقدر يبعت لنا أي شكوى، اللي عنده مشكلة يبعتها لنا على استوديو قناة الرحمة مدينة الإنتاج الإعلامي بوابة 2 قناة الرحمة برنامج الملف. إن شاء الله نعرض كل المشاكل بإذن الله تبارك وتعالى ونحاول يعني العمل على حلها إن شاء الله. نعود إلى الشرطة الأستاذ مؤمن. نعم. بقول مين اللي يبدأ مين اللي يبادر؟ حضرتك قلت الاثنين يبدأ مع بعض. نعم. ولكن طب رجال الشرطة اللي مستمرين الآن في بيوتهم ومش قادرين ينزلوا، لابد أن يؤخذ لابد أن يتخذ معهم يعني إجراء حاسم. لأن الناس دي بتقبض مرتباتها، ويجب ان من يعني يحصل على راتبه على راتبه لابد ان يؤدي واجبه. أيوة. ف يعني كونهم ان هم ما بينزلوش دلوقتي هذا تقاعس. وتقاعس في لحظه حاسمه جدا، الوطن والشعب ما في امس الحاجه اليهم. والى تواجدهم. ف يعني انا بأناشدهم من منبرك هذا بانهم يتقوا الله في هذا الشعب وفي هذا الوطن، وينزلوا إلى أماكنهم ويتخذوا مواقعهم ويمارسوا مسؤولياتهم من أجل المسؤولية الدينية أولا، إذا كانوا بيستشعروا مسؤولية دينية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المسؤولية الوطنية. كما ترى هناك جرائم كثيرة جدا في المجتمع قد يتهم فيها أبرياء لأن رجل الشرطة غير متواجد، وهناك فتن كثيرة في المجتمع. وما حدث في إمبابة نموذج. صحيح. يعني واضح جدا لهذا الأمر. لو أن رجل الشرطة متواجد ربما سوف يمنع هذا الذي يحدث، وربما يكون شاهدا على حقيقة ما حدث. أي. ولا يترك الأمور تتفاقم في اتجاهات خاطئة. فنحن في أمس الحاجة إلى رجل الشرطة أن يعود مرة أخرى، وأن يعود بعقل جديد وفكر جديد يتسق مع ثورة الثورة المجيدة، ويتسق مع الصورة الطيبة التي نقلتها لنا السيدة الفاضلة المشاهدة التي اتصلت من 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 قليل. ماذا يضر لو أن جهاز الشرطة كله كان على هذا النمط وعلى هذا النحو؟ نموذج. الناس هتخرج من الشرطة وهي بتدعو لرجال الشرطة، وهم فيهم أخيار وفيهم ناس أفاضل. نعم. وفيهم نعم. يعني محبين وعندهم. نعم. ولكن دائما يعني الصورة السلبية بتطغى على. صحيح. الجميع الصور الإيجابية. ربنا يكرمك أستاذ مؤمن، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني أنا في بعض الأخبار السريعة عن الشرطة وإن في عمل إيجابي، الشرطة تعود إلى الشارع بكل قوتها زي ما قلت. الخبر ده موجود في كل الجرائد المصرية اليوم. ضبط 10 كيلو بنج يروج عاطل بالجيزة، يعني هم شغالين هم مباحث الجيزة. الداخلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن الأسلحة المسروقة. القبض على عصابة للسرقة بالإكراه في العياط، وضبط
طالب جامعي بحوزات أقراص مخدرة في أكتوبر، وإحباط محاولة هروب جماعي من سجن أبو زعبل، السجناء أشعلوا النار في البطاطين وقفزوا من فوق الأسوار، فرار 4 وضبط 44 سجنا بمساعدة الأهالي. أيضا الداخلية تحيل قضية تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة للنيابة، وضبط طن بانجو في قناة السويس، ومباحث المطار تحبط محاولة إغراق مصر بطن و780 كيلو قرص مخدر، وضبط 15,000 من الهاربين من أحكام، والداخلية إعفاء من يسلم أي سلاح غير مرخص للشرطة، ومعركة بين الأمن وعصابة تضم 30 مسلح في دمياط تنتهي بمقتل 7 متهمين. المتهمون روعوا التجار في 3 محافظات وفرضوا عليهم الإتاوات وهددوهم بالخطف، العثور على 119 قطعة سلاح مسروقة من الشرطة ونصف مليون جنيه مزورة و60 كيلو بنجو. يعني أنا بقصد بالأخبار دي أستاذ مؤمن في النهاية إحنا دايما أو معظم الصحف معظم الفضائيات برامج التوك شو الكل بيركز على الأمور السلبية، على إن في مشاكل عديدة في انفلات أمني، ولكن في المقابل هناك إيجابيات. إحنا الحلقة الماضية تكلمنا عن السلبيات وقلنا الانفلات الأمني موجود في كتير من مناحي الحياة وفي المجتمع الآن. إحنا دورنا النهاردة لازم إحنا زي ما قلنا سلبيات لابد إن إحنا نقول الإيجابيات. هون عايز أتوقف بعد إذنك بس على خبر من الأخبار اللي أنت سردتها الكثيرة دي. إن الداخلية هي اللي أحالت مجموعة من الضباط وجنود الشرطة للتحقيق بسبب تعذيبهم لأحد المتهمين في الاسم لدرجة إن هم يعني فإذا اللي بيتحرك الآن لكي يعاقب ويسائل ويأخذ حق المواطن هي الداخلية. هذا مفهوم جديد نرجو أن نتوقف عنده، نرجو أن نشيعه بين الناس. إن فكر الداخلية نفسه اتغير ويجب أن يتغير إن شاء الله. يجب أن تعود الداخلية مرة أخرى لخدمة الشعب، الشرطة لخدمة الشعب. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ العزيز. شكرا والتحية والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مؤمن الهباء مدير تحرير جريدة المساء. شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا الكرام، هيا بنا ننتقل إلى فقرة ذكريات. أمي أمي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معانا النهاردة الحاجة فاطمة. إزاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله كويس. عندك كم سنة؟ لا مش هقول لك بقى عشان العرسان يزعلوا. ربنا يبارك فيك. أكبر واحدة سنا في الدار أنا يعني 84. لسه صغيرة يا حاجة. صغيرة بس يعني إيه، أنا نشيطة في حياتي يعني أعمل أحب أطلع فوق وأنزل تحت وأعمل حاجات وبتاعه ومشغبة. ربنا يبارك في عمرك. يعني 84 سنة بالمرح والابتسامة والضحك ده، ربنا يبارك في عمرك يا رب. اللهم أمين. أنت هنا بقالك كم سنة يا حاجة؟ أنا بقالي كده يعني تقريبا يعني بتاعت 4 سنين كده يعني. بس أنا كنت زمان يعني كان عندي بيت هنا وكنت باجي عضوة تحت في النادي، يعني عندنا أصحاب وأصدقاء كتير كده نقعد نتسلى. وبعدين بقى لما بقيت لوحدي جيت هنا. بيت لوحدك إزاي؟ هقول لسيادتك. أنا عندي ولد واحد واخد بال حضرتك، بس هو عايش برا في بريطانيا يعني في مانشستر يعني، وهو ما يقدرش ياخدني يعني، خدت بال حضرتك. فلقيت نفسي ان انا يعني المكان اللي هو الوحيد اللي انا اجي فيه جيت هنا وخدت غرفه لوحدي وقاعده لوحدي. مع الوحده تعبك؟ لا 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 بالعكس، لا لا وحده، اصلي ما فيش وحده. انت عندك تحت في جنينه جميله وزرع وبتاع وتقعد وتشرب قهوه وتبص للزرع، عايز ايه اكتر من كده؟ وبعدين انا بخرج بروح السوق بروح هنا بروح هنا، يعني مش قاعده كده يعني لا. وخلاص وهو كده الحياه كده. بس نفسك تشوف ايه؟ انت الاصل يا امي. انا عندي ابن عمره 42 سنه ما اتجوزش عشاني، انا كان عايز يتجوز ومراته قالت له امك لوحدها واحنا قال لها بطلت، لان انا ربيته تربية لحد ما خد لسانس أداب قسم إنجليزي وهو عايش في بريطانيا. إنما هو بقى ولد صالح وكويس ومؤدب، خدت بال حضرتك، وبيحبني وكان بيبعت لي فلوس كتير وكان معيش عيشة كويس. بس جت ظروف بقى يعني اختلفت معاه وبتاع، إن هو
بطل يبعت لي، ما بشتغلش دلوقتي بس في المستقبل هيبعت لي، ابني بحبني قوي وانا بحبه قوي. بس نفسك تشوفي حرقني قلبي، ده هو ده، دي الحاجه الوحيده في حياتي اللي حرقاني قلبي، لاني انا لا ما اقدرش اروح له، لان عارف بريطانيا لازم تاخد فيزا وتاشيره، وهو ما خدش اقامه، لو خد اقامه في بريطانيا ممكن ان هو ياخدني، القانون في بريطانيا بيقول كده، اقرب الناس اليك والدتك او والدك، بس ما خدش اقامه هو، عشان كده انا يعني خلاص يعني بيكلمني، وشفته على النت من كام يوم، شاب لطيف زي حضرتك بس هو اكبر منك في السن 42 سنه بس، وهو ده كده مش حاجه في الدنيا تعوضني عنه، عن ابني كويس وحنين وكويس ومؤدب وبيعرف ربنا، ولا يعرف يتخانق ولا يشتم ولا يعمل، على حسب انا ما ربيته وهو صغير. بس انت لما بتقعدي مع نفسك كده اكيد صورته دايما موجوده معاك وفي ذهنك وفي قلبك، دايما دايما موجود، نفسك تشوفيه وتحضنيه تقربي منه. ده انا لما طلع على النت رحت ماسكه الجهاز بتاع ابن اخويا كده وحضنته، وهو حضني على الهوا بيني وبينه مسافه، تعال شوف اوضتي كل صوره متعلقه عندي كده، ده الحاجه الوحيده اللي كانت حلوه في حياتي اللي ربنا ادهاني، وبعدين بقى هو في دوله وانا في دوله، بس انا بقى يعني انا رضيت بكده بقى، يعني هعمل ايه، هل في حاجه اكتر من كده، انا يعني خلاص بقى وانا قاعده هنا اهو. رضيتي بالامر الواقع اللي انت بقيتي فيه والوضع اللي انت فيه ده؟ اه. بس يعني برضو في يوم من الايام كده نفسك تشوفيه، يعني ما بتدعيش ربنا تقول يا رب جمعني بيه او قرب المسافه اللي بينه وبينه؟ من قلبي بدعي له من قلبي، ربنا يوفقه، ربنا ينور له عينه، ربنا يحنن عليه، ربنا يرزقه، دايما بدعي له. كنت يعني زي ما فهمت من كلامك ان انت كنت في بيت وفلوس وفسح وحاجات كتيره جدا جدا ومتاع الدنيا كله موجود بفضل الله رب العالمين، وفي لحظه واحده انت بقيتي هنا. اصل انا جيت هنا بالرضاية، لان انا كان عندي بيت واتباع، هروح فين؟ انا عندي اهلي هنا، اخويا هنا واولاده، يعني بروح عندهم وبزورهم وبقعد معاهم وباكل معاهم ونضحك وننبسط في اليوم في الاسبوع، وباجي هنا انام بالليل اتفرج انا من الجماعه الغاويين، اتفرج على التلفزيون يعني بشوف حاجات تاريخيه وادبيه، انا محسوبتك احب ادب واحب شعر واحب حاجات مش اللي بيرقص وبيغني والحاجات زي كده، يعني حاجات تنفعني اشوفها في التلفزيون تنفعني انا بس. طيب حضرتك شايفه ان يعني ناس كتير بيبقى اولادهم عاقل لهم ما بيسالوش عليهم، بتقولي ايه؟ انا بقول ايه يعني، انا دلوقتي قاعده هناك وبسمع الحديث اللي ده بيقول والتاني بيقول، قلبي بيتقطع، ازاي انت ربيته ازاي انت خلفته وبعدين يتخلى عنك ازاي، يعني حاجه معرفش يعني بقى الناس دي قلوبهم ايه يعني لمين؟ دول يعني انا مسيرهم جهنم بعد عنك. ايه مبسوط؟ ده ابني انا ربيته وانا علمته، ابني انا علمته والتاني علم ابنه والتاني ربى ابنه والتاني جوز ابنه، وبعدين في الاخر يقول له بره، دي مش في اي شريعه دي، ولا معرفش يعني معرفش افسر لك ازاي انت ربيته وكبرته وعلمته وبعدين يقول لك مع السلامه. ممكن ظروف الحياه بتخلي الانسان يعمل؟ لا والله، ظروف الحياه لو انا معايا لقمه في جيبي هي وانا اطلعها لابني، او ابني ما رضاش يتجوز 42 سنه عشان مراته قالت له انت وامك لوحدها تسكن وانا وانت لوحدين، قال لها بطلت اتجوز وخلاص وما اتجوزش من ساعتها، الهم ربتني وشقت عليا وكبرتني بقيت انسان، وبعدين اقول لها مع السلامه تروح فين دي؟ شارع؟ ما عاش في الكون لا يرضيك انسان.
يعني ذكريات مشاهدينا الكرام. دايما احنا بنتكلم بنعرض كل الوجوه، بنعرض كل الامثله، بنعرض كل النماذج، النماذج اللي عندها حزن وعندها مشاكل عديده مع ابنائها واولادها، والنماذج اللي راحت دار المسنين لان ما فيش لها مكان. يعني شايفين النموذج، يعني بنعرض كل النماذج بفضل الله سبحانه وتعالى، لان الهدف ان احنا بنحاول نقرب الكل، بنحاول ان مشاهدينا الكرام يكون عندهم حب وعطف وود واحترام وتقدير لكل من هو متواجد في دار المسنين. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرنامج تواصلوا معنا عبر الصفحه الرسميه لبرنامج الملف على الفيسبوك، او من خلال الايميل ملهم العسوي@yahoo.com، او من خلال ارسال شكاوى او امور متعدده في كتير من المجالات في مختلف الوزارات اللي عنده مشكله، يراسلنا على البريد مدينه الانتاج الاعلامي 6 اكتوبر مدينه الانتاج الاعلامي بوابه 2 قناه الرحمه برنامج الملف. مشاهدينا الكرام، احبكم في الله، انتظرونا في الحلقه القادمه ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وتابعونا في الاعاده ان شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من ملف الحياه احكي لكم هموم الناس، فيه الدروس والعبر والصبر فيه اساس، فيه البطل ارملا ربت كرام، وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس.